لكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لما يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لو معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا وين على المنتخب الوطني، دائما على المنتخب الوطني، جمع بالماضي القائمة زال صالح، وين زتشي يخيب أمان بالماضي. بالماضي كونفيرما كونفيرما بلي هذه الاتحادية بها مرغة جمع بالماضي. احنا ما نديروش على واحد الصحفيين اللي يقول لك المكسيك يخلعوا فينا بالمكسيك. انت خلعنيش بالمكسيك، انا نتبع لونترينير شكان باغي. لونترينير كان باغي زوج بارتيات من اقوى منتخبات في افريقيا، بغى يشوف مع افريقيا. ما تجيش تخلعني انا تقول لي المكسيك. المكسيك خليها ديسير، خليها ديسير مباراة احتفال كيما كولومبيا، ديسير ديسير. المكسيك خليها ديسير. المكسيك لعب معها ميت كالي في كوب دي موند، طيح مع الارجنتين ولا طيح مع البرازيل ولا طيح مع الشيلي ولا طيح، لعب مع المكسيك خاطش يتقاربوا. فهمني ولدي خويا، هذه هي ولدي. بصح انت غادي دير بريبار، غادي تلعب كاليفيكاسيون تاعك مع لافريك، غادي تلعب كاليفيكاسيون تاعك مع لافريك، دير التحضيرات تاعك مع افريقيا باش ندخلك مليح في راسك. هذه هي، ماشي جايب لي انت باغي تلعب كيما صرات غلطه مي كان حداج كان رئيس اتحاديه، درنا احتفال قدامنا تأهلوا مع من لعبنا. دروك الطاقه تاع اللاعبين بخمس ايام ولا بسيمانه ولا، روحنا لعبنا مع الارجنتين خرجنا كاع شكاي، خسرنا 3-2 مع الارجنتين ولا 4-3 وقيله مع الارجنتين. جات غينيا هنا ضربتنا بزوج حبات وراحت هي كاليفي. حنا كان خاصنا غير ماتش نيل كاليف، ماتش نيل 0-0 2-2 1-1 كنا غادي نكاليف. خسرنا 2-0، تفرجنا كوب دافريك تاع 2008 تفرجنا على زداجة. فهم كيف ولدي ها الغلطة كي دايرة؟ حنا احتفلنا قبل لن 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 نربحو، ها الغلطة كي دايرة؟ هادو لي زيكيب هادو الكبار خليهم ديسير. مي تصنع طارطة تصنعها تكمل، لين طارطة تكملها كاع حط عليها الأخرى، حط عليها ليفريز، حط عليها ورده، حط عليها اسم، حط عليها. وين زتشي يخيب امال بالماضي، هذه اللي باغي امني امن لي خاطش عليها. بالماضي كونفيرما بلي هذه الاتحاديه ما غاديش نروحوا معها، ما توصلوش بعيد، ما توصلوش خاطش عليها. صبروا يتصل مع ناس باش يشوفوا له مباريات، صبروا يتصل مع ناس باش يشري لاتوني، صاب روحو يتصل مع لي كونسيلا باش يتصالح. وكنا نقولوها لكم لازم يكون التسيير احسن من التدريب، لازم التسيير يكون احسن من التدريب. علاه نقولوا التسيير يكون احسن من التدريب باش تفهم؟ على بالك يوفروا لك كلش، المدرب بيجي يحط لي بياس برك تاك 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 تاك، هذا مكان ما يدخل روحو في ما يدخل روحو في 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 يشري لاتوني، ما يدخل روحه في الكونسيلا باش يصنع فيزا للاعبين، ما يدخل روحه ما يعيط الوزير يقول له شوفوا كيفاش الطياره، ما يدخل والو والو والو. لونترينير عنده اللاعبين اللي يكونوا واجدين عنده في القائمه، عنده 50 لاعب ولا 60 لاعب يكونوا واجدين، هو يعرف شنو يختار، يعيط ل 23 ولا 35 ولا 50 لاعب ولا يعيط لهم كاع، هذاك شغله. بصح الاتحاديه توفر لك لازم كل وسائل الراحه. على هذيك نقولوا يجب يكون التسيير احسن من التدريب. رئيس اتحاديه المجموعه تاعو المناجر تاعو لازم يوفروا كاع وسائل الراحه. لازم اللاعب كي يجي يخمم في 90 دقيقه، ما يخمملكش ما يخمم، لازم يسيب كلش واجد. لونترينير لازم يسيب كلش واجد. علاش هذا الروتار تاع القائمه تاع اللاعبين المحترفين؟ علاه علاه؟ كما بالماضي يهضر مع لاتوني باش يشري لاتوني، باش يشري 35 سيرفات وتريكوات ولي شورت. ما تنساوش لي با، شرو فانيك لي با زت يعيط كما بالماضي يقول له لي با ولي ينساو. وحرزوا روحكم نجوم نجوم نجوم، حرزوا روحكم نجوم، ديروا زوج نجمات، ماشي كيما النهار اللي جينا مهاودي البورتوانا روحتو جبتو لي سيرفات من المغرب صنعوهم لكم، جبتوهم وحده فيها وحده ما فيهاش، وحده فيها زوج، وحده فيها وحده كاع ما فيهاش، حرزوا روحكم.
وين جاءت وين شلنا كيفاش حنايا وين يرى بالماضي أن مواجهة المنتخب المكسيكي ورغم إدراكه لقوته وين يتناسب مع احتياجات الخصم في المرحلة الحالية كونه كان يريد اللعب ضد فريق ضد فريق منتخبات إفريقية حتى يكون المنتخب الجزائري لائق عند استئناف تصفيات القارة السمراء القارة الإفريقية مش القارة الأمريكية. فضل عن ذلك فإن المباراة الودية ضد منتخب المكسيك تواجه عواقب كما نقولوا احنا رئيسية وهي أن الأخير يرغب في مواجهة الجزائر بهولندا وهي الدولة التي سبقت وأعلمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم برفضها لاستقبال الخوض على أراضيها وإن ترفض هولندا خوض المنتخب الجزائري أي مباراة على أراضيها في أكتوبر المقبل بسبب تخوفها من احتمالات حدوث تجمعات لمشجعين الخوض. ويذكر أن المنتخب سيلعب مبارتين ضد زيمبابوي وين يوم 9 و17 نوفمبر المقبل ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من مجموعة الثامنة للتصفيات مؤهلة لأمم إفريقيا وين علما أن الخوض يتصدرون المجموعة ب6 نقاط. يعني أكتشو كيفاش وين نعاود نولو نتكلمو خاطر كان يقول لك لا مكسيك يا ودي لا ماشي قضية هذه وين جماب بالماضي وين عرف بلي هذه الاتحادية فاشلة اتحادية كرة القدم في وين شنا كيفاش وين اخلطوا الطموحات وان فشلوا في تلبية سمحوا لنا طموحات جماب الماضي مدير الفني المنتخب الوطني والذي كان يصر تلبية طموحات جماب المدير الفني والذي كان يصر على إقامة مبارتين وديتين أمام منافسين كما نقولوا منتخبات إفريقية خلال معسكر الخوض المقبل في شهر أكتوبر. يعني أكتشو كيفاش مع التالي صاب روحو واش كان موجد هو شا كان موجد كان في راسه نلعب مع منتخبات إفريقية كاميرون غانا مهم كوت ديفوار نيجيريا مهم دور بصح لا حنا ولا عندهم شياتة أصحاب الشيتة ولا عندهم إنجاز شيلي بيخلعني بالشيلي يا ودي أنا قال لك أنا نتبع لونترينا نهار الأول شهدر ما جاش نلعب مع الشيلي ولا المكسيك ولا قال أنايا نلعب مع زوج منتخبات إفريقية قلعتو نهار الأول كيما مومن قلع رسميا الكاميرون نيجيريا الكاميرون غانا رسميا صحيح راي رسمياً غامبيا كاميرون رسمياً نيجيريا تما كاميرون غانا تما قال لك قاعد رفضوكم هذيك تاع رسمياً قاعد رفضوكم مازال اليوم اتحادية تاعنا ما حطت والو هذا الاتحادية ما عرفناش اتحادية دافع على شركة تاع غازو دافع على شركة اللي داروا ستات داروا في ستات عندهم في السيت تاعهم يدافعوا على شركة اللي ما عندهمش الحق باش هما يهضروا عليها. انت اش دخلك يا زتشي تهضر على شركة تاع تصنع لي ستات انت اش دخلك في هذه الصوالح. انت هضر لنا وعطينا بروغرام تاعك كيما تدخل عند تاع تونس تي بروغرام تدخل عند المغرب تي بروغرام تدخل عند مصر تي بروغرام موريتانيا ايطاليا كاع تي بروغرام بصح هنا لهنا عندنا لا يدافع لك على الفساد يدافع لك على الفساد ماشي يحارب الفساد اللي يدافع لك على الفساد خاطش علاش كون برناوي وجماعه خاطش كاع في رحبه هذو في طعي يفرحوه قال رانا معاك رانا درنا لك ستاتيه رانا خدمنا لك حاجه شابه بين غلطوا الشعب يا ودي الشعب فاقه الشعب فهموا كذبك من الله صاحبي ابقى تسعيك راح لكم تجمع بالماضي وفاق بكم جمع بالماضي على باله باللي بقاء هذه الاتحاديه سوف لن نتاهل لكاس العالم ببقاء هذه الاتحاديه سوف لن نتاهل الى كاس افريقيا كاس العالم عرف سايك عرف دروك انت يا عيط قالوا يا درا ديدين ما يا والله ما انا نقارعو انت كي راك تقارع انت بطل افريقيا نورمالمون انت عندك خيارات وعندك كيما نقولوا احنا سيدي موسى من واحد جبت
مقاول مقاول انت هو مقاول انت هو مقاول تخدم لي ستاد انت هو تخدم سيدي موسى انت هو اللي قاعد تخدم ما كاش المنافسه المناقضه هذيك ما كاش كاع ديريكت عندي عندك حسابات راهم موجدينهم لك انا كنت نقولها لكم نهار الاول قارعوا كنت نقولها لكم الملفات هذو تاع الناس هذو تحطهم فوق بغى اللي يطيح الملفات اللي راهم تحطهم فوق بغى اللي يطيح ونقولها لكم ونعاود لكم العنقود تاع العنب ينتكل بالحبه شعب الواحد شتو يكومونتي يقول لي راك في عامين وثلاثه ودي عامين وثلاثه كانوا يلعبوا كانوا يلعبوا يلعبوا كانوا يلعبوا زت مام كل الان كو قعد حدد وقعد كانوا غادي يديروا راخر كانوا غادي يديروا سرار في طعي سكتوا برك يقلعوا لك راخر ويديروا لك سرار وغي هي المشكله غي هي برك بصح جا الوقت والعنقود ينتكل بالحبه حنايا